امي بكل صراحه كي يكون كاين مشكل بينك وبين الزوجه ديالك وبالك انت اللي غلطت في حقها، سمحي لي برك ولا معاها حاجه شويه ورد شويه حاجه زعما دوره الهديه. شوف ولا على حساب هذاك الهدايا، احنا الهدايا في بيني وبين الزوجه الهدايا ماشي رابطينه بالعذر. العذر حنا ما ديريكت قال سمحي لي ماشي قصدي وكذا، الهدايا حنا من خارج العذر، خارج دبلوماسي امي انا لا الهدايا مليح حتى دوكي اذا تمد الهديه حتى تغلط مع انسان لا الهدايا بوندون توت لاني اكيد ماشي حتى تغلط مع الانسان ولا حتى يلحق الويماس بوندون توت لاني تقدر تمد الهدايا.